لطالما تشبعت أنظار المزارعين بهذا المشهد وزاد الحماس لزراعة حقول القمح، لكن الحالة على ما يبدو لم يبقى على ما كان عليه. يواجه الناس الكثير من المصاعب، وغادر بعضهم القرية بسبب نقص المياه، لكننا مجبرون على البقاء، ليس أمامنا خيار آخر. الجفاف، وحسب مزارعين وأهالي يقتاتون على المحاصيل الزراعية، ضيق الخناق على الحياة اليومية بشكل غير معتاد. قبل 3 سنوات كنا قادرين على تناول اللحوم والأرز، لكننا الآن نعتمد على الخبز والفاكهة رغم شحها. ويقول خبراء المناخ إن تأثير الجفاف في أفغانستان لا يقتصر فقط على حياة المزارعين، بل أصبح يهدد اقتصاد البلاد والأمن الغذائي الذي يعتمد ثلثه على الزراعة. ووضع مؤشر مخاطر المناخ العالمي أفغانستان في المرتبة 6 بين أكثر دول العالم تضرراً من التهديدات المرتبطة بالمناخ. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.